غريب هو تاريخ المغرب الحديث، وغريبة هي شخصياته، ما بين بطولة وشجاعة رسم، وغدر وخيانة في طياته. شخصية اليوم هي أغرب شخصية في تاريخ المغرب الحديث، هو الجنرال جامع كل التناقضات. هو المسؤول على جهاز المخابرات الشهيرة والمعروفة بكاب آن، واللي غيتفرع فيما بعد الجوج ديال الأجهزة قوية في المغرب، هما جهاز المخابرات الداخلية المعروفة عند المغاربة بالDST، وجهاز الاستخبارات الخارجية المعروفة بلاجيت، واللي غيتكلف بها الجنرال المثير للجدل أحمد دليمي. هو تلميذ أفقير والمتهم من فاطمة على أنه جلاده، هو المتهم بقتل بن بركة والبريء بحكم القضاء، هو المتهم بالخيانة والراقد في مقبرة الشهداء. هو الجنرال المثير للجدل أحمد دليمي. أشكون هو أحمد دليمي؟ وشنو هي قصة أحمد دليمي؟ أحمد دليمي من مواليد سنة 1931 بسيدي قاسم. بعد ما تم تعليم ديالو الابتدائي بسيدي قاسم، غادي يتوجه للرباط، وبالضبط في ثانوية مولاي يوسف. وهنا غادي يوصفوا مدحة بوريكات الناجي من جحيم تزمامارت وزميل أحمد دليمي في الدراسة الثانوية، وغيقول: هل أنا دليمي كان تلميذ فقير، وهو اللي كان كيقرأ مع أولاد الأعيان، كان كيلبس جلابة وصندالة كالصيف كالشتا، إلا أنه كان ذكي وما كيهتمش بالمظهر. الشي اللي غيخليه يركز على الهدف الأول ديالو هو أنه إلا بغى يولي بحال أقرانه أبناء الأعيان، خاص يوصل بالمجهود الدراسي اللي يدير ليه مكان وسط المجتمع البرجوازي. سنة 1951 غادي يلتحق بالأكاديمية العسكرية المعروفة آنذاك بأكاديمية الدار البيضاء بمدينة مكناس، اللي غادي يتخرج منها سنة 1953 كضابط في الجيش الفرنسي. وهكا عبد المشوار ديالو العسكري عن عمر كيناهز 22 سنة. من سنة 1953 إلى سنة 1957، وهي سنة تأسيس الجيش المغربي، غيمشي أحمد دليمي على نفس خطى الأستاذ ديالو الجنرال أوفقير، بحيث من بعد ما غادي يخدم لصالح الحامية الفرنسية غادي يبدأ يتقرب من القصر عن طريق أوفقير اللي سبقوا في هذا المسار. كان وصوله للقصر على جوج ديال الطرق، الأول عن طريق الزوجة ديالو اللي كانت عندها علاقة صداقة مع فاطمة الشنة زوجة الجنرال محمد أوفقير، حيث كتقول فاطمة في كتابة حدائق الملك، واللي قالت على حد تعبيرها على أن الملك محمد الخامس كان كيحتقر دليمي بشدة من نهار تلاعب بنت وزير الداخلية آنذاك مسعود شيقر، بحيث بعد ما خطبها وكانوا كيستعدوا للزواج وفي آخر أسبوع من الاستعدادات غادي يطيح دليمي في حب سيدة أخرى، وهنا غادي يحاول يتخلص من خطيبته. غادي يتوجه بكل برود عند وزير الداخلية وغيخبره بعدوله على الزواج من بنته، والحجة كانت هي أن بنته ماشي بكر، وهكا سبب لها في العار والفضيحة في وسط المجتمع. منين غادي توصل الخبر للملك محمد الخامس، غادي يمقت أحمد دليمي ويقوم بإبعاده من القصر، لأن تعامل بحال هذا في ندالة كبيرة. غادي يبقى أحمد دليمي مبعد على القصر حتى لسنة 1957، حيث ولا منصب مسؤول على الكاب آن الDST ولاجيت سابقا، وهي نفس السنة اللي توفى فيها الملك الراحل محمد الخامس. هنا كتقول فاطمة الشنة على أن زوجة دليمي الثانية كانت كتتقرب منها، وبينما كانت فاطمة كتعتبرها صديقة ديالها، كانت الثانية كتعتبرها منافسة ليها. غادي تطلب زوجة دليمي من فاطمة زوجة أوفقير باش تتوسط ليها عند أوفقير باش يخدموا معه، وبحكم أن أوفقير كان كيحب فاطمة بزاف قربوا منه لدرجة غادي يولي اليد اليمنى ديالو في كل شيء. وهكا غادي يبدا يدرج أحمد دليمي في المناصب تحت غطاء ورعاية محمد أوفقير، بحيث في كل أحداث اللي غتلقى فيه اسم محمد أوفقير ما يمكنش ما يتربطش معاه اسم أحمد دليمي. إلا أن الحدث الأهم اللي تربط فيه اسم أحمد دليمي مع محمد أوفقير كان في قضية اغتيال المهدي بن بركة، بحيث غادي يقوم برد فعل صدم الجميع بمن فيهم الفرنسيين والملك الراحل حسن الثاني، بحيث أنه بدون سابق إنذار أتوجه للمطار واستقل الطائرة اللي غتنزله في العاصمة باريس، وتم غادي يسلم نفسه للقضاء الفرنسي بما أنه كان المتهم الرئيسي رفقة محمد أوفقير في اغتيال بن بركة. غادي يتم الحكم على محمد أوفقير بالمؤبد غيابيا من طرف القضاء الفرنسي،
وتبرئة أحمد دليمي حضوريا بعد سنة سجن قضاها في سجون فرنسا. تم ترقية ديالو على رتبة جنرال وهو في السجن من طرف الملك الحسن الثاني، بالرغم من أنه ما عجبوش تصرف الفردي اللي خداه دليمي بدون استشارة ديالو، إلا أنه كبر في عينين الحسن الثاني اللي اعتبرها شجاعة من أحد ضباط ديالو. غادي تمر الأيام ودليمي الوجه الثاني للعملة الأفقيرية، بالرغم من تشابه قصة أحمد دليمي ومحمد أفقير والتقارب في العقلية، إلا أنه كان تنافر كبير في شخصياته، بحيث أنه على النقيض من أفقير اللي كان معروف وسط الرباطيين بالقصص الغرامية والخيانات المتبادلة مع الزوجة ديالو وحبه للسهر وصرفه المبالغ خيالية في القمار، هكا كان أفقير حديث كل المجتمع الرباطي اللي ولا كل نهار كيتسامر على قصة من قصصه وحكاياته. وعكس أفقير اللي ما كانش كيهتم بالمال، كان أحمد دليمي عنده عشق كبير ليه، بحيث كيدخل برأس مال صحيح في مشروع من المشاريع ولا عقار من العقارات، ومستغني على هذيك الشهرة اللي كانت عند المعلم ديالو محمد أفقير. مرات 6 سنوات على اغتيال المهدي بن بركة، وحنا دابا بالضبط نهار السبت 10 يوليو 1971، ليلة انقلاب صخيرات. كيف ما كتعرفوا القصة الكاملة لهذا الانقلاب، وبعد دخول محمد عبابو للقصر وتصفية الجنرال محمد المذبوح، غادي يبدأ عبابو يدور وسط القصر وكيعزل ضباط بعينهم، كاين منهم اللي صفاهم وكاين اللي عرض عليهم المشاركة. والغريب هو أنه تم المنادات على اسم الجنرال أحمد دليمي عدة مرات، إلا أنه ما لقاش جواب وكان مختفي حال وحال الجنرال أفقير. علاش تم المنادات على أحمد دليمي؟ واش لتصفيته ولا طلب لمشاركته؟ على كل حال فشل الانقلاب، ولا محمد أفقير الرجل الأقوى في الجيش، وبالتالي غادي يتقوى النائب ديالو وخياله أحمد دليمي، حتى السنة اللي غتكون سنة بزوغ نجم الجنرال أحمد دليمي وتتويجه كالرجل الأقوى في الجيش وجهاز المخابرات لاجيل. سنة 1972 غيقوم محمد أفقير بانقلاب عسكري ضد الملك الراحل الحسن الثاني. فالوقت اللي كان طائرة F5 كتقصف الطائرة الملكية فوق سماء القنيطرة، قال الجنرال أحمد دليمي من الناس المرافقين للملك، وهنا كيقول دليمي في المحاكمة على أنه طل من شرجم ديال الطائرة وشاف قائد سرب اللي كان هو صالح حشاد، وبدا كيشير ليه بيده في إشارة منه على الابتعاد والرجوع للقاعدة ديالو، إلا أن حشاد ما شافش هاد الكلام، وهكا غيحقد عليه دليمي لدرجة أنه طالب بإعدامه في الكواليس. وهذا هو الكلام اللي قاله أمقران لصالح حشاد، بحيث غيقول لها شنو بينك وبين أحمد دليمي؟ أجابه حشاد ما بيني وبين والو. غيقول له أمقران على أن أحمد دليمي بغي الراس ديالك. لما بدأت محاكمة متهمي انقلاب البوينغ، غادي يحتجوا المحامين على المحكمة بخصوص أحمد دليمي اللي كان أحد أعضاء المحكمة واللي كان في الطائرة مع الملك، وهكا غيعتبروه على أنه مباشرة غادي يكون منحاز أو أقرب من الانتقام، وكذلك لحق الشارك في استنطاق والتعذيب ديال اليوتنو زياد، بحيث كان كيغوت وكيقول ليه أنت خلعتي ولادي وأنا غادي نرد لك صاع صاعين، عن كتاب من صخيرات إلى تزممارت تذكر الذهاب وإياب إلى الجحيم. انتهت محاكمة انقلاب البوينغ بالأحكام المعروفة كما ذكرنا سابقا في حلقة محمد أمقران، إلا أنه قبل المحاكمة كان دليمي آخر واحد شاف محمد أفقير، بل قالت فاطمة أفقير على أنه هو بيده اللي قتل الجنرال. توجه أفقير ليلة الانقلاب للقصر الملكي بالصخيرات، والتحليلات كتقول على أنه أتوجه باش يقول للملك راني قضيت على كل الخوانة، لأنه أرسل لأحد الجنرالات باش يعدم كل الطيارين في القاعدة العسكرية بالقنيطرة اللي طاروا واللي ما طاروش، باش يمحي أي دليل على تورطه. إلا أن الجنرال فعلا توجه للقاعدة العسكرية، ولكن ما عدم حتى واحد، إلا أن أفقير ما عرفش على أن كويرا نزل بالمظلة ديالو في سوق الأربعاء وهزوه الدارك وداوه للقصر واعترف عليه، ولا أن أمقران أهرب الجبل طارق واعترف عليه كذلك. كتقول فاطمة الشنة على أن السائق ديال أفقير حكى لها القصة اللي وقعت ليلة توجهه للقصر الملكي بالصخيرات، وكيقول على أنه من ينزل محمد أفقير ألقى أحمد دليمي في استقباله عنقه باش يشوف واش هز معاه شي سلاح، من نتأكد على أنه ما هز معاه والو أدخل برفقة الجنرال أفقير لداخل القصر، وبعد مدة
خرج عنده واحد الحراس وقال لها غير سير، راح الجنرال خرج من الباب الثاني. وهكا اتهمت فاطمة أوفقير الجنرال أحمد ليمي والجنرال مولاي حفيد العلوي على أنهم هما اللي صفاوا الجنرال المقامر واللي قمر حتى على حياته، وهذه هي لعبة القمار. وعلى كل حال اختلفت الروايات حول نهاية الجنرال أوفقير، إلا أن الجميع كيعرف على أن الجنرال قمر وخسر. ومن هنا ولا الجنرال أحمد ليمي الأقوى في الجيش والشخصية الجدلية في تاريخه. ارتاح أحمد ليمي أخيرا، وهو اللي مبقى عنده حتى شي منافس في الساحة اللي سيطر عليها أوفقير منذ الاستقلال. انتهى كابوس أوفقير اللي خنق المغاربة ورعبهم لسنوات طوال بحال شي ظل شرير كيخيم على سماء المغرب. غادي يتم فصل جهاز المخابرات اللي كان معروف بالكاب آن باش ما يوقعش هاد الجهاز مرة أخرى في نفس الخطأ، بحيث كان كله في يد شخص واحد هو محمد أوفقير، اللي لما سيطر على هذا الجهاز ولا قوي لدرجة أنه فكر بل قام بانقلاب. غيتم تقسيم جهاز المخابرات لجوج ديال الأجهزة. الأول هو المعروف عند المغاربة بالدي إس دي اللي غيتعطى الوزير الداخلية المرعب إدريس البصري، والثاني هو الجهاز المعروف بلاد جد واللي غيتحكم فيه أحمد ليمي. وبمعنى آخر ولا جهاز المخابرات الداخلي معطي الوزير الداخلية والمخابرات الخارجية للجيش. من بعد ما مسك لاتجيد المخابرات الخارجية، غادي تبدأ مباشرة في الاحتكاك مع أول قضية خارجية سنة 1973، وهي السنة اللي تأسست فيها جبهة البوليزاريو. غادي يبقى ليمي على رأس الجيش والمخابرات، وغيبدأ الاسم ديالو يلمع مع انطلاقة المسيرة الخضراء اللي مباشرة من موراها غادي تبدأ الجزائر وليبيا صراع على شاكلة الحرب الباردة ضد المغرب عن طريق دعم جبهة البوليزاريو اللي بدأت على شكل ميليشيات بكل ما كتحمل الكلمة من معنى وبدون أي مبالغ. على كل حال غادي يبقى الوضع في الصحراء المغربية على صفيح ساخن الحدود سنة 1979، السنة اللي غيولي فيها ليمي قائد المنطقة الجنوبية. سنتين من بعد غادي يشرف على بناء الجدار الرملي، وهو الجدار الاستراتيجي والعبقري اللي ولات الصحراء المغربية في حماية سد منيع. حنا دابا نهار 3/25 يناير 1983، التلفزة المغربية كتديع بيان في النشرة المسائية كتنعي فيه الجنرال أحمد ليمي. وفاة الجنرال أحمد ليمي بسبب حادثة سير على الطريق الرابطة بين الرباط ومراكش. وجاء هذا الحادث بعد أن اصطدمت شاحنة بسيارة الجنرال، على عكس قصة محمد أوفقير اللي كانت قصته باينة وواضحة وكل الدلائل والقرائن واضحة على أنه خائن، رغم أن الرواية الرسمية كانت انتحار الجنرال، فيما خرجت روايات كتقول على أنه تم القتل ديالو. فعلى كل حال أوفقير قانونيا كان غيتعدم بكل ديمقراطية، بل حتى أنه لا يهم إن انتحر أو نحر، فهو فعلا قمر وخسر. إلا أن ليمي أبقت نهايته لغز، فبينما كرمات الدولة وتدفن في مقبرة الشهداء عكس أوفقير الراقد في الخلاء، بل حتى أن الملك قام بواجب العزاء مع عائلة الجنرال. بالرغم من هادشي كان كيدور كلام من جهة أخرى اللي كتأكد على أن الجنرال كان كيوجد الخيانة عظمى. بغض النظر على شنو نوع هاد الخيانة، إلا أنه على كل حال أبقت الروايات متضاربة ما بين الرواية الرسمية اللي علنت على أن وفاة الجنرال ناتجة عن حادثة سير، وأخرى كتقول على أنه تم اغتياله. وهكا رفضت الأقدار إلا أن تجمع بين الجنرالين أحمد ليمي ومحمد أوفقير بنفس النهاية الغامضة ونفس التساؤلات. وهكا انتهت حكاية الجنرال في 25 يناير 1983، في نفس الشهر اللي زاد فيه عن عمر يناهز 52 سنة. كانت هذه هي قصة حياة أحمد ليمي من البداية للنهاية.